المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام، الرب حقا قام فكمل العمل، فدا من الأسر الأنام والموت قد خذل. الترنيمة الأولى على الأوراق، قل له خلاص اللهم القادر على كل شيء الذي كل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بالهام روحك القدوس لنحبك حبا تاما ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بواسطة ربنا يسوع المسيح. قال ربنا يسوع المسيح: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى.
والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. إياك نبارك إياك نعبد إياك نعظم، لك نشكر على مجدك العظيم أيها الرب الإله الملك السماوي الله الآب القادر على كل شيء. يا ربنا يسوع المسيح الإبن الوحيد أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطايا العالم ارحمنا. أيها الرافع خطايا العالم ارحمنا. أيها الرافع خطايا العالم اقبل صلواتنا. أيها الجالس عن يمين الله الآب ارحمنا، فإنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك الأعلى. أيها المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب. نصلي الدعاء المعين لهذا الأسبوع الثاني بعد قيامة مخلصنا وفادينا يسوع المسيح. اللهم القدير الذي سمحت بابنك الوحيد ليكون لنا ذبيحة عن الخطية ومثالا للحياة الصالحة أيضا، أنعم علينا بأن نقبل على الدوام بالشكر الجزيل إحسانه هذا الذي لا يقدر، ونجهد أيضا أنفسنا يوما فيوما أن نقتفي آثاره المباركة في حياته المقدسة بربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. الرب معكم. ويقرأ عوضا عن الرسالة من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث مبتدئا من العدد 12 وحتى نهاية العدد 19. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه
الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضاً، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. كلام الرب. الشكر لله. يا له يوماً سعيداً فاق أيام الزمان، يا له صبحاً مجيداً فيه إعلان الأمان. الترنيمة الثانية على الأوراق. لنستمع بخشوع وتواضع لإنجيل الرب كما جاء في بشارة القديس لوقا الأصحاح 24 مبتدئاً بالعدد 36 وحتى نهاية العدد 49. ليكن للرب
وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءاً من سمك مشوي وشيئاً من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأً من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. إنجيل الرب. إني أتحدث إليكم أيها الأحباء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. دعوني أيها الأخوات والإخوة أن أبدأ عظتي بتحيات القدس والقيامة في زمن القيامة هذا، ومرحباً أولاً بسيادة المطران ويليام الشوملي، أهلاً وسهلا فيك سيدنا، الآباء الأفاضل، القساوسة، الأخوات والإخوة في أردننا الحبيب. أود أن أنقل لكم أيضاً تحيات الأهل في فلسطين وفي القدس الجريحة، خاصة في هذه الأيام التي ينزف شعبنا بسبب الحرب وبسبب الظلم والدمار، إن كان في غزة أو في القدس، في الشيخ جراح وحول المقدسات المسيحية والإسلامية. هذه أوقات صعبة لنا جميعاً وعلينا، ولكن في ذات الوقت نبقى نحن أيها الإخوة والأخوات أبناء وبنات القيامة، أبناء وبنات القبر الفارغ والرجاء الباقي. ولا يسعني أيضاً في هذا اليوم إلا أن أنقل التحية للأردن الحبيب مليكاً وشعباً وحكومةً، والوقوف جنباً إلى جنب
من أبناء هذا الشعب الحبيب مع إخوتهم في فلسطين وفي كل مكان من شرقنا الحبيب. في هذا اليوم نريد التأكيد من جديد أننا نثمن عالياً الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس والوضع القائم، وخاصة موقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. هذا الموقف المشرف تجاه قضايا المشرق الحبيب خاصة، وصمود أهلنا في القدس والمقدسات خاصة، وكذلك الحضور المسيحي في هذه الديار المقدسة. أود أن أشكر أيضاً في هذا اليوم رعايانا ومؤسساتنا في الأردن من أجل صمودكم وخدمتكم خلال العام المنصرم خاصة، وخلال جائحة كورونا، وما قدمتموه وما زلتم تقدموه من أجل أبناء هذا البلد العامر. كما وأشكر صلواتكم ومحبتكم ودعمكم خلال خدمة التكريس وعبوراً إلى التنصيب، فبالرغم من البعد الجسدي والفراق الذي كان بيننا بسبب الظروف الراهنة، إلا أنني شعرت وعائلتي والكاثدرائية بصلواتكم ودعمكم ومحبتكم. لا يمكن لكم أن تتصوروا، وربما تقدرون في أماكن معينة، الألم الذي كان في داخلنا خاصة في يوم التنصيب، عندما كان معظم مطرانيتنا غائبة عن حفل التنصيب. لم يكن هذا بالسهل علينا خاصة ولا على الحضور، فبالرغم من جائحة كورونا أتى أيضاً الوضع الأمني لكي يزيد الحال سوءاً، ولكن بنعمة الله بشرنا بخدمة التنصيب، لأننا فكرنا وتأملنا ورأينا بأن الكنيسة حتى في وسط الألم، حتى في وسط الظلم والدمار، لابد للكنيسة أن تحافظ على صوتها النبوي وأن تبقى منارة للأمل والرجاء، وإلا فعلينا أن نعيد النظر في خدمتنا. إذا الكنيسة فشلت إنها تكون بارقة أمل في موضع اليأس والظلم والحرب، على الكنيسة أن تفكر ملياً في خدمتها. ولكن يبقى أمامنا أيها الإخوة والأخوات ذاك الاختيار الصعب، وهو المضي قدماً في شهادتنا من أجل المسيح الناهض من بين الأموات. نحن في زمن القيامة وفي عيد القيامة نقول ونعلن أن المسيح قام، حقاً قام، ونتابع ونقول أيضاً المسيح قام، حقاً قام، ونحن شهود لذلك. هذه كانت تحية القيامة منذ العصور الأولى للكنيسة والرسل الأوائل. صحيح أننا نعلن القيامة وحقيقتها من خلال إعلان القيامة هذا، ولكننا يجب أن لا ننسى بأننا أبناء وبنات القيامة، وبالتالي شهود للقيامة. سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث وإنجيل القديس يوحنا الأصحاح الرابع والعشرين كما سمعناهما اليوم يشتركان في موضوع مشترك، وهو موضوع الشهادة للقيامة، علماً بأن الكاتب هو نفسه لكلا السفرين، أي القديس الطبيب لوقا البشير. فنعتبر بأن إنجيل لوقا وأعمال الرسل هما كتاب، يعني بمثابة مجلد واحد لكتابين. ففي إنجيل القديس لوقا نقرأ: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات، وفي اليوم الثالث يقوم.
وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأً من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. نحن شهود لعمل الله الخلاصي الذي حصل في أورشليم. وفي سفر أعمال الرسل يكتب القديس لوقا أيضاً: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل في إشارة إلى برباس، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. ونحن شهود لذلك. الشهادة للقيامة أيها الإخوة والأخوات معناها الشهادة للحياة. قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هذه الآية كانت شعار وعنوان عظتي في يوم التنصيب الخميس الماضي. الله يدعونا بيسوع القائم من بين الأموات أن نكون أدوات الله في هذا العالم من أجل حياة أفضل للجميع، بعيداً عن الحرب، بعيداً عن الظلم، بعيداً عن الحقد، بعيداً عن الموت. حياة أفضل من خلال إحلال السلام العادل والشامل، من خلال العدالة السياسية والاجتماعية والمساواة. حياة أفضل من خلال المحبة الباذلة والمضحية. قال يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه. هذه هي الآية الموجودة في هذه الكنيسة، وهذه هي عظمة إنجيلنا اليوم، وخاصة ونحن نتأمل في الشهادة للقيامة. وأيضاً حياة أفضل من خلال الشهادة ليسوع القائم من بين الأموات، والحياة التي وهبها لنا وللعالم في هذه الحياة وأيضاً في الدهر الآتي، الحياة الأبدية. أخيراً كلمة شكر لإخوتي الرعاة وأعضاء العمد الرعوية والمجالس المجمعية ومدراء المؤسسات المجمعية وكافة أبناء الرعية وأبناء هذا البلد العامر. أخص بالذكر راعي وعمدة وأفراد رعية كنيسة الفادي في جبل عمان السيس نفايق، كل الشكر من أجل الترتيبات لهذه الزيارة، وإن كانت في وقت قصير، ولكن أنا أصريت أن آتي ولو إن كان لوقت وجيز لأكون معكم وبينكم، لأني أعتبر نفسي أحد أبنائكم. فأنا أيها الأحباء مرة أخرى ستجدوني دائماً إلى جنبكم ومعكم لنسير معاً ويداً بيد لنكون معاً وكجماعة مؤمنين شهود لقيامة الرب يسوع والحياة الجديدة، ودائماً للأفضل إن شاء الله. فلتكن بركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس معنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ونشترك مع الكنيسة الواحدة المقدسة الرسمية بإله واحد آب قادر على كل شيء، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ذو جوهر واحد مع الآب، هو الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنسانا، وصلب عنا في عهد بيلاطس البنتي،
وتألم وقبر، وقام أيضا في اليوم الثالث على ما في الكتب المقدسة، وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب، وسيأتي أيضا بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه نهاية. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، المسجود له والمجد مع الآب والابن، الذي تكلم بالأنبياء. ونؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين. نصلي. الرب معكم. رافعين إليك أيها الإله المبارك صلواتنا في هذا المساء المبارك من أجل الكنيسة بكل توجهاتها، بكل طوائفها، بكل رعاياها، بكل مؤمنيها، بكل إداراتها ورؤسائها وكهنتها، علمينا كل العلم يا إلهنا أنك تنظر إلى الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تنظر إليها دائماً وتعطي إليها النعم والبركات كي تكون مشعلاً ونوراً يضيء لهذا الكون سبيله ويعطي لهذا الكون معناه. إلهنا المبارك، شاكرينك يا رب لأنك تسمعنا وتنظر راحماً إلى الكنيسة. نصلي بشكل خاص من أجل مطرانيتنا، مطرانية القدس والشرق الأوسط الأسقفية، ومن أجل رئيس أساقفتنا حسام، ومن أجل جميع رعاتنا ورعايانا ومؤسساتنا. ربنا برحمتك اسمع صلاتنا، امنحنا وكل من يعترف باسمك أن نتحد في حقك، أن نعيش معا بمحبتك، وأن نظهر مجدك في العالم. أيها الآب السماوي، عالمنا مضطرب يا رب، تسود عليه أفكار ظلامية، فرقة، حروب، أوبئة، لكن أنت يا إلهنا إله السلام، إله الرحمة، لا ترضى بالألم لأحد يا رب. أنت الإله الذي تزيل كل ما هو سيء من حياة أبنائك ومحبيك. أيها الإله المبارك، بشكل خاص نرفع إليك صلاتنا من أجل شرقنا الجريح، هذا الشرق النازف، لا سيما الوضع في فلسطين، ذاكرينك يا رب دائما أمام كل هذا العالم، حتى أمام الألم نذكرك يا رب، لأننا نعلم أنك تقف دائما بجانب المظلوم وبجانب المعذبين. قادر أنت يا إلهنا بيمينك أن تنقذنا وتنقذ هذه الساحة من كل ما هو شر، من كل ما هو حرب، من كل ما هو دمار وسط هذا العالم. نصلي يا رب أن تبارك بلادنا، تبارك الأردن، تبارك مليكنا عبد الله الثاني بن الحسين وكل الذين يعاونون على إدارة بلادنا. نصلي من أجل قوى الأمن، من أجل كل عين ساهرة على راحة هذا البلد، لجعله آمناً مطمئناً سلامياً. ربنا برحمتك اسمع صلاتنا، امنح الملوك والحكام حكمة، واهدي أرباب السلطة إلى طريق البر والسلام، حتى يكرم أحدنا الآخر، وننشد دائماً الخير العام. إلهنا المبارك، نصلي من أجل عائلاتنا، من أجل آبائنا وأمهاتنا، من أجل إخوتنا وأخواتنا، من أجل أبناءنا وبناتنا في مدارسهم، في جامعاتهم، في أعمالهم، في وظائفهم. نصلي يا رب من أجل أصدقائنا، من أجل رعيتنا، من أجل مجتمعنا، من أجل جيراننا، زملائنا، أحباءنا. ربنا برحمتك اسمع صلاتنا، امنحنا وعائلاتنا وأصدقائنا وأقربائنا وإخوتنا في المسيح نعمته، كي نخدمك من خلال خدمة بعضنا البعض. أيها الطبيب الشافي الذي تمد يدك بالخير فتعطينا الصحة والعافية يا رب، قادر أنت يا إلهنا
أن تمد يمينك الشافية على كل المرضى والمتألمين، لا سيما أولئك الذين يرفعون إليك صلاتهم طالبين منك يا رب أن تعطهم نعمة الصحة. أبانا السماوي، كتبنا أسماء مرضانا على صفحات قلوبنا، فنرفعهم أمامك بالاسم الآن. شاكرينك يا رب لأنك تسمعنا، تسمعنا وتستجيب يا رب. اذكر يا إلهنا الفقراء المشردين المظلومين والمعذبين، اذكر الجرحى، اذكر الأسرى المخطوفين، اذكر يا رب كل الذين هم في ضيق وبحاجة إلى إرشادك ورعايتك. وشاكرينك يا إلهنا من كل قلوبنا من أجل كل يد تمتد لتمسح الدمعة من عيون المتألم. ربنا برحمتك أرح وخلص كل من يعاني سيتمسك بك في حالة العافية كما في حالة المرض، ويثق بمحبتك التي لا تسقط أبداً مع القديسين، وخاصة القديسة مريم دائمة الطهارة، وكل القديسين والقديسات الذين صنعوا مشيئتك على مر الدهور، ذاكرين يا رب أمامك كل الذين رقدوا على رجاء القيامة، أن تعطهم يا رب الرحمة وتعطينا نحن على هذه الأرض التعزية. ربنا برحمتك اسمع صلاتنا. فيما نذكر الذين انتقلوا بالإيمان امنحنا وإياهم أن نشترك في ملكوتك الأبدي. أيها الآب الأرحم، استجب صلواتنا لأجل ابنك يسوع المسيح مخلصنا. آمين. لنعترف بخطايانا بالتوبة والإيمان، عازمين على أن نحافظ على وصايا الله وأن نعيش بالمحبة والسلام مع جميع الناس. اللهم القادر على كل شيء، أبانا السماوي، نعترف من صميم قلوبنا أننا أخطأنا أمامك وتجاه بعضنا البعض بالفكر والقول والعمل، ليرحمكم الله القادر على كل شيء، وليغفر لكم جميع خطاياكم وينقذكم منها، وليثبتكم بكل صلاح، ويبلغكم الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح. آمين. نحن جميعاً جسد المسيح. سلام الرب يكون معكم دائماً. فلنتبادل علامة السلام والمحبة بالانحناء لبعضنا البعض. سلام المسيح سيدنا، سلام المسيح سيد، سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح سيدنا، سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح، سلام المسيح أبونا، سلام المسيح، سلام المسيح، سلام الرب معكم، سلام المسيح معكم، سلام يسوع. سلام المسيح أبونا والفات، الله يخليك. سلام يا أسيس، سلام المسيح أسيس. الرب معكم ومع روحك أيضا. المسيح قام، حقا قام. أحبتي إخوتي وأخواتي، اسمحوا لي باسمكم جميعا، وإذا بسمحوا لي رؤسائنا ونواب رؤسائنا في الأردن للكنائس المحبة والشقيقة، أن نرحب بنيافة رئيس الأساقفة 15 المطران حسام نعوم في عمان في الأردن، وفي كنيسة ورعية الفادي على جبل عمان، باسم زملائي أيضا. إذا بيسمحوا لي أيضاً منرحب فيك في بيتك، وإن شاء الله يكون البيت المقر وليس الممر. بيتك في الأردن، بيتنا في الأردن، مش لأنه إحنا كتار، ولكن لأنه إحنا مؤمنين وفاعلين، ومنحب إنه نكون
مع المطران والمطران معانا، فأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا في الجميع اليوم، أبناء المطرانية الأسقفية وأحبتنا، أهلا وسهلا فيك سيدنا، رحب فيك المطران. أنا بطلع ليش بعد المطران أتكلم، ولكن ميت أهلا وسهلا في الجميع. مطراننا ربنا رتب كل إشي، وهذا الشيء لازم نآمن فيه، لأنه إحنا تعلمنا لتكن مشيئتك يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. لذلك إحنا من آمن بمشيئة الرب، واليوم مشيئة الرب في الأحد الثاني من الفصل ما بعد المجيء، ما بعد القيامة، أن تكون معانا. وهذا الأحد هو أحد الراعي الصالح. إنجيل القديس يوحنا بحكي أنت أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن القراب، ما بيبذل الآخرين عن نفسه. يسوع مات من أجلنا، لذلك اليوم المسؤولية الملقاة على عاتقك كبيرة، ويبدو أنه في يوم اللي اخترته لأنه يكون تنصيب لإلك هو كان الصعود لنصعد للسماء، لكن ربنا أراد أنه ننحني في الألام اللي عاشتها فلسطين في منطقة اسمها الشيخ جراح، يعني بقلب القدس. وإحنا في مطرانيتنا كاتدرائية اللي عايشين فيها، الكرسي للأسقف في قلب الشيخ جراح. لذلك اليوم عم بيعلمنا إلهنا الانحناء الإضافي، وزي ما حكيت إذا الكنيسة لا تعاني مع الشعب فباطلا هو إيمانكم وباطلة هي كرازتنا. مطلوب منا ليس فقط الكرازة، وإنما أن نعمل فيروا إيمانكم وأعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. اليوم اللي مطلوب تمجيد اسم الرب في حياتنا، في خدمتنا، في كنيستنا، وفي المنطقة المتألمة. مطرنا حسام ممكن أنت بتعرف الشعب، بعرفش قديش بيق، إنه ربنا رتب أيضا إنه اليوم إحنا بعد 180 سنة بوجودنا الأسقفي في الشرق الأوسط، تأسست مطرانيتنا في سنة 1841. اليوم إحنا 180 سنة، 15 أسقف. إحنا ما منتفرج على الماضي إلا ما يكون تاريخ لإلنا لنصبق إلى المستقبل الحاضر بنمر فيه، حتى يكون المستقبل هو المشرق في حياة الكنيسة، في حياة المطرانية. المسؤولية بمطرانيتنا هي بقدر جراحات الرب يسوع المسيح. خمس جراحات، خمس مناطق متألمة، مجروحة، متألمة بشدة. واليوم دور الكنيسة، دورك والرعاة، كونوا واحد لنتحمل هالصليب ونسير مع بعضنا البعض. أي شخص حتى الرب يسوع المسيح لما حمل الصليب وقع تحت الصليب بالألم الشديد والحمل الثقيل، لكن لما ساعده وقف واستمر. وإحنا اليوم لأنه إحنا وعدنا من يوم رسامتنا للأسقف والذي يليه الخدمة والطاعة والمحبة، وبرجو إنه زي ما بتحكي الكنيسة الأرثوذكسية مستحق أن تكون مستحق أن ننحني مع بعضنا البعض لأن نخدم على هيكل الرب في كل المناطق وفي كل مكان. أحبتي، على شرف رئيس الأساقفة يسعدني أن ندعوكم مطراننا وإخوتي وزملائي والجميع لحفل استقبال بسيط سيقام في قاعة الكنيسة. وأرجو باسم المطران وباسم الرعاة أنه تقبلوا الاعتذار أنه إحنا ما قدرنا ندعي أعداد كبيرة بسبب الوضع الوبائي في الأردن. كنا منحب، وأنا متأكد عقلبنا وقلب المطران يكون كل الأردن موجودة معنا، لأنه هيك شغفنا، هيك حبنا، هيك خدمتنا. لكن إحنا مضطرين أنه تكون الأعداد قليلة، والأعداد بحسب الترتيب لأمر الدفاع. فلذلك اللي ما قدرنا نوصل له الدعوة، واللي ما قدرنا نرتب أنه يكون معنا، هو في قلبنا وهي في قلبنا. والاحتفال البسيط
هو محبة كبيرة لكل اللي موجودين. وأهلا وسهلا فيكم وربنا يبارككم. اسمحوا لي بسبب المحبة الكبيرة نرتل مع بعض للترنيمة الأخيرة الآن، صفحة الرابعة، ومنكمل بعدين بالثالثة، ونرتل إن قلبي ليس يهوى غير فادية الحبيب. ترنيمة الثالثة الرابعة على الأوراق. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذا الخبز ثمر الأرض ومن صنع يد الإنسان، فإنا نقدمه لك ليغدو لنا خبز الحياة. تبارك الله إلى الأبد. تباركت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذه الخمر ثمر الكرمة ومن صنع يد الإنسان، فإنا نقدمها لك لتغدو لنا كأس الخلاص. تبارك الله إلى الأبد. الرب معكم. أيضاً. ارفعوا قلوبكم. للرب نرفعها. فلنشكر ربنا الله. ففعل ذلك صواب وحق. إنه عين الصواب والحق والواجب المفروض علينا أن نشكرك في كل زمان ومكان. أيها الرب الآب القدوس القادر على كل شيء الإله الأبدي، بواسطة ربنا يسوع المسيح، لأنه هو كلمتك الأبدي، بواسطته خلقت كل الأشياء منذ البدء وجعلتنا على صورتك ومثالك، بواسطته قد افتديتنا من عبودية الخطيئة معطيا إياه أن يولد في بيت لحم لأجل خلاصنا، وأن يموت في القدس على الصليب، وأن يقوم في مثل هذا الزمان من بين الأموات لأجل جميع الناس، وأن يجلس عن يمينك رئيس كهنتك العظيم حيث يحيى هناك ويقدم الشفاعة من أجلنا. بواسطته لقد أرسلت روحك القدوس المحيي الذي يجمعنا في فرحك وفي سلامك وجعلتنا شعب رضاك. ونقدم الشكر لك الآن
لأنك أقمته من الموت متألقاً، ولأنه حمل الفصح الحق الذي بُذل لأجلنا، ورفع خطية العالم، وغلب الموت بموته، وأعاد لنا بقيامته الحياة الأبدية. من أجل ذلك نحمد اسمك المجيد، ونعظمه مع الملائكة ورؤساء الملائكة وسائر الأجواق السماوية، مسبحين لك أبداً ومرنمين. نتضرع إليك أيها الرب الرحيم أن تسمعنا بواسط ابنك الرب يسوع المسيح، واقبل بواسطته ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، وأنعم بأن تكون تقدمات الخبز والخمر هذه هي جسده ودمه المباركين، هو الذي في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا، وبعد أن شكر كسر وأعطى تلاميذه قائلاً: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، فاصنعوا هذا لذكري. وعلى مثال ذلك بعد العشاء أخذ الكأس، وبعد أن شكر أعطاها لهم قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، فإن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا، فاصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. لنجاهر بسر إيماننا المسيحي. المسيح مات، المسيح قام، المسيح سيأتي ثانية. لذلك يا أبانا السماوي، فيما نحتفل بذبيحته الكاملة المقربة مرة واحدة على الصليب، نعلن قيامته بين الأموات وصعوده إلى السماء، وننتظر مجيئه الثاني. تقبل أيها الآب السماوي بواسط رئيس كهنتك العظيم ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، سائلينك ونحن نتناول من هذه التقدمات المقدسة في حضرة جلالك الإلهي أن تجدد نفوسنا بروحك القدوس، وتكملنا بمحبتك، وتوحدنا في جسد ابنك ربنا يسوع المسيح، مع المسيح وفي المسيح وبالمسيح، ومع طغمات الملائكة في السماء وربوات البشر نرفع إليك ذبيحة فدائنا وحمدنا وشكرنا إلى الأبد. البركة والإكرام والمجد والقوة لك الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. والآن كما علمنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، نجسر ونرنم معاً.
نكسر هذا الخبز لنشترك معا في جسد المسيح. نحن الكثيرين جميعا جسد واحد بالرب يسوع، لأننا جميعا نشترك بالخبز الواحد. خطايا العالم، طوبى لجميع المدعوين إلى وليمة عرس الحمل. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت صفي، ولكن قل كلمة واحدة فقبل نفسي. ولنشكر إلهنا الحي من أجل جميع عطاياه وبركاته، ومن أجل هذه الشركة الشركة المقدسة. ونتابع صفحة 27. اللهم القادر على كل شيء، نشكرك لأنك رديتنا وجددتنا، وها هنا نقدم ونبدي لك أدواتنا، أرواحنا وأجسادنا، لتكون ذبيحة حية بواسطة ربنا يسوع المسيح. أرسلنا بقوة الروح القدس لنحيا ونعمل لمجدك ولحمدك. آمين. الرب معكم، فلنحني رؤوسنا للرب فننال بركة الثالوث الأقدس. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم، ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملاً فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح، له كل المجد. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تكون معكم وتستمر فيكم أبد الدهور. آمين. إلى دجى الضريح قد حملوا المسيح، من جنبه الجريح تجري الدماء. الترنيمة الثالثة على الأوراق. Yeah.
ذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا هللويا، شكر لله. هللويا هللويا.